أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف ونبدأ من أهم العناوين. في المدى البداية، تجارة جديدة، كيس بلازما دم بعشرين ورقة في العراق. في الزمان، الحكومة مطالبة بتحمل الأعباء المفروضة على الموظفين من جراء تردي الخدمات. عنوانة عربي 21، الاحتلال يقصف أهدافا بغزة بذريعة إطلاق صواريخ. مجلس الأمة الكويتي، خطة الضم الصهيوني مسمار جديد في نعش عملية السلام. أما في الشرق الأوسط فقصف للمنطقة الخضراء في بغداد بعيد ترتيبات السفارة الأمريكية. في الجارديان، 25 عاما على مذبحة سيربرينيتشا، العالم يقف متفرجا على سوريا واليمن وميانمار. نسترعي انتباهكم مشاهدينا الكرام إلى أن قناة الرافدين تبث الآن على وفق التردد الجديد الظاهر الآن في أسفل الشاشة على وفق هذه الأرقام والقيم. من أجل ذلك نسترعي انتباهكم بأن تتحولوا من الآن على هذا التردد الجديد على مدار القمر نايسات. هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة تحالفا جديدا على طريقة الوجبات السريعة أو الجاهزة كما جرت العادة، فإن قوام برنامج هذا التحالف هو الإصلاح الذي أصبح لازمة لكل التحالفات التي يكونها هؤلاء الأشرار بحسب تعبير الكاتب. لما لهذه الكلمة من سحر في وجدان الناس من جراء حجم الفساد الهائل الذي عم العراق من شماليه إلى جنوبيه وتسبب في كل الويلات والمآسى التي تعرض لها الشعب العراقي طيلة سنوات الاحتلال العجاف. عن تحالف عمار الحكيم كتب عون القلمشي في مجلة الجاردينيا: لا نحتاج إلى جهد للوقوف على الأسباب التي دفعت الحكيم لتشكيل هذا الحلف النيابي وفي هذا الوقت بالذات، فهي ذاتها التي دعت الأطراف الأخرى الغارقة في مستنقع العملية السياسية الآسن للقيام بمثل هذا النشاط المشبوه، ويمكن حصرها في هذه المرحلة بالثورة العراقية حيث شكلت خطراً على سلامة العملية السياسية واحتمال سقوطها في أي وقت، الأمر الذي يحتاج إلى تحالفات وتكتلات سواء من أجل المساهمة في حماية العملية السياسية من السقوط أو حماية أنفسهم من إقصاء أو تهميش أو عقوبة جراء ارتكابهم جرائم قتل وسرقة للمال العام وعقد الصفقات المشبوهة. أما إسراع عمار الحكيم بإعلان هذا التحالف دون سابق إنذار فمرده يعود إلى شعوره بفشل مصطفى الكاظمي الذي يعول عليه الحكيم كثيرا في الالتفاف على الثورة العراقية وإقناع الثوار بالتخلي عنها، خاصة وأن الكاظمي قد مارس استعراض القوة لإنهاء الفساد وضرب الفاسدين وحل الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة، وهذا ما يفسر اهتمام التحالف بمطالب هذا التحالف. يعيد للأذهان التحالفات السابقة التي جرى تشكيلها أما لذات الأسباب أو لغايات أخرى. فعلى سبيل المثال، فإن الدافع وراء تشكيل الائتلاف العراقي الموحد برئاسة عبد العزيز الحكيم في أواسط عام 2003 هو تأييد الاحتلال ونيل حصة الأسد في مجلس الحكم المرتقب، وقيام تحالف البيت الشيعي كان من أجل الوقوف بوجه المقاومة العراقية ضد الاحتلال. وأضاف الكاتب: لندع عمار الحكيم وزملائه الأشرار ونلفت الانتباه إلى أن إصلاح البلاد وإنقاذ البلاد لا العباد لا يمكن تحقيقه في ظل وجود هؤلاء الأشرار وفي ظل وجود المحتل الأجنبي مهما كونوا تحالفات أو وضعوا برامج وخرائط طريق،
ففضلا عن أن هؤلاء دون استثناء قد دمروا البلاد وسرقوا العباد، فإن منظومة الفساد التي أسسها المحتل الأمريكي وبالتعاون مع عواصف الإيراني لا يمكن اختراقها وإصلاحها من الداخل. كشفت مصادر في القيادة العسكرية لقاطع بغداد لمراسل العرب اللندنية من العاصمة العراقية عن تنفيذ الجيش الأمريكي ظهر السبت مناورة بالذخيرة الحية لاختبار منظومة دفاع جوي فوق المنطقة الخضراء ومواقع محيطة بها. وقد ذكرت مصادر أمنية لصحيفة العرب اللندنية أن القوة المكلفة بحماية السفارة الأمريكية في بغداد نفذت السبت مناورة أمنية واسعة استخدمت فيها طائرات مسيرة وأسلحة رشاشة وقذائف مخصصة لاعتراض الصواريخ. فلنتابع مقال العرب اللندنية بعنوان: واشنطن تحرج وكلاء طهران بتسلمها زمام حماية سفارتها في بغداد. لم تكن المناورة الحربية التي نفذتها قوات أمريكية في وسط بغداد سوى مقدمة لتكرار حدث أمني مألوف، وهو قصف المنطقة الخضراء. لكن الجديد في هذه القضية هو قرار الولايات المتحدة أن تصد بقدراتها الذاتية الهجمات التي تستهدف سفارتها في العاصمة العراقية والتي تتهم جماعات تابعة لإيران بتنفيذها. إن القوات الأمريكية أرادت أن تنقل الصراع إلى العلن، حيث أعلنت من خلال مناورتها الحية عن استعدادها للتصدي لأي محاولة لقصف السفارة الأمريكية والرد عليها مباشرة بغض النظر عن الجهود التي تبذل من قبل الحكومة العراقية لإحباط تلك المحاولات قبل وقوعها. وما الاستعراض الأمريكي إلا خطوة استباقية يراد منها إبلاغ الطرف الإيراني متمثلا بعدد من الميليشيات الفالتة بأن عمليات القصف ستبوء بالفشل وستقود إلى نتائج وخيمة، وهو ما ينسجم مع ما ترغب به حكومة الكاظمي في تأكيده بحثا عن حالة استقرار أمني تسمح لها بالعمل. وليس من المستبعد أن يكون حزب الله اللبناني هو من يدير تلك الميليشيات في هذه المرحلة التي يمكن أن تشهد انحسارا لافتا لنشاط عدواني صار زعماء الحشد الشعبي التقليديون ينأون بأنفسهم عنه خشية أن ينالهم عقاب أمريكي مباشر يلحقهم بقاسم سليماني، أو أن تتخذ الإدارة الأمريكية في حقهم عقوبات تحول بينهم وبين التمتع بامتيازاتهم التي حافظوا عليها من خلال انخراطهم في العمل السياسي. هذه المواجهة الأمريكية الإيرانية غير المباشرة على الأراضي العراقية تدخل منعطفا جديدا بتسلم القوات الأمريكية زمام حماية في سفارة الولايات المتحدة في بغداد، وهو الأمر الذي قد يقلل من إمكانية استخدام طهران الميليشيات الشيعية في مناوشة غريمتها واشنطن وتهديد مصالحها في العراق، ويخفف الضغط على الحكومة في العراق التي أظهرت عمليا عدم قدرتها على لجم الميليشيات. في ليلة الأحد عاودت ما باتت تعرف محليا بخلايا الكاتيوشا نشاطها مجددا باستهداف السفارة الأمريكية بصاروخ كاتيوشا، تسبب سقوطه على مبنى قريب مأهول بالسكان بإصابة بعض المواطنين بينهم طفل جروحه بالغة، بينما قالت السلطات الأمنية إنها أحبطت هجوما آخر استهدف معسكر التاج شمالي بغداد الذي يضم قوات أمريكية. فنتابع تفاصيل تقرير صحيفة العربي الجديد. دعت قوى وشخصيات سياسية عراقية مختلفة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى اتخاذ خطوات حقيقية لما سمته فرض هيبة الدولة وكبح جماح الجماعات المسلحة، وذلك بعد ساعات من معاودة عمليات القصف بصواريخ الكاتيوشا على المنطقة الخضراء، وإعلان الجيش إحباط هجوم آخر استهدف قاعدة التاجي التي تستضيف قوات أمريكية شمال العاصمة بغداد. وفي السياق أكد القيادي في تحالف القوى العراقية حيدر الملا
أن الفصائل العراقية المسلحة لا تؤمن بمنطق الدولة، مبينا خلال مقابلة متلفزة أن بعض عناصر هذه الفصائل داسوا على صورة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بأحذيتهم. وأضاف الملا: أتحدى القائد العام للقوات المسلحة أن يدخل بعض المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة مثل جرف الصخر شمال محافظة بابل، مؤكدا أن أجندة هذه الفصائل إيرانية. وتابع: إيران الثورة متغلغلة في عقولهم، ويعتقدون أنه فصائل ولائية مرتبطة بالخامنئي مرشد الثورة الإيرانية، ولا يهمهم العراق، موضحا أن الميليشيات لن تسمح لأحد ببناء الدولة. إن الوضع الأمني في العراق خطير وينذر بكارثة بسبب وجود بعض الجماعات المسلحة، مؤكدا للعرب الجديد أن أرواح وأموال الناس أصبحت غير مصانة. المتهم الأول في تلك الهجمات يبقى كتائب حزب الله والنجباء، وهي أبرز الميليشيات التابعة لإيران والتي تقف بالضد من رئيس الوزراء وواشنطن. من المؤكد أن ظاهرة تجنيد الأطفال في التشكيلات والجماعات المسلحة ليست ظاهرة سورية جديدة، وإذا كان لي أن أشير بحسب الكاتب إلى أن أحد أزمنة بروزها، فمن الممكن العودة إلى أواخر السبعينيات والتي شهدت صراعا دمويا بين نظام الأسد والجماعات الإسلامية المسلحة، والتي انتهت بكارثة ما زالت بعض آثارها حاضرة حتى اليوم في واقع السوريين. هذا ما جاء في مقال الكاتب فايز سارة في صحيفة الشرق الأوسط. وفرت بيئة العنف والإرهاب التي أشاعها وكرسها نظام الأسد أجواء مثالية لاستعادة الظاهرة ونموها، فقام بأول عمليات تجنيد الأطفال في صفوف ميليشياته لتعويض النقص في أجهزته الأمنية والعسكرية التي انخرطت في مواجهة الشعب. وكان بينما يشجعه جملة عوامل، منها سهولة السيطرة على الأطفال وتوجيههم، وبساطة دفعهم لتنفيذ أخطر المهام وأصعبها، وهم الأقل تطلبا من الناحية المالية والمعيشية، وهم الأقل من حيث الالتزامات العائلية. ولا شك أن أغلب هذه العوامل أو كلها كانت وراء تجنيد الأطفال لدى الجماعات المسلحة الأخرى. وبالإضافة إلى العوامل العامة السابقة، فإن عوامل خاصة استند إليها تجنيد الأطفال من قبل بعض الأطراف. فقد جند الروس أطفالا من الأيتام السوريين وألحقوا بعضهم بكليات عسكرية روسية بهدف تأهيلهم ضباطا يعودون للخدمة في الجيش السوري ليكونوا بين قادته في المستقبل، حسب ما أكدت مصادر روسية رسمية. وزجت ميليشيات حزب الله اللبناني بأيتام سوريين في دورات معسكراتها التدريبية في قاعدتها بمدينة القصير ليكونوا لاحقا بين أعضاء ومقاتلي الحزب. وضمت قوات سوريا الديمقراطية قسد أطفال المناطق التي تسيطر عليها في شرق الفرات إلى قواتها في إطار سياسة التجنيد الإلزامي التي أعلنتها في مناطق سيطرتها. لقد أدت سياسات الدول المتدخلة فضلاً عن نظام الأسد والجماعات المسلحة في تجنيد الأطفال إلى استغلالهم في القتال إلى جانبها، فجسدت بذلك انتهاكها حقوقهم وحولتهم إلى قتلة ومجرمين أسهموا إلى جانب غيرهم في إلحاق الأذى بالسوريين عامة، ولا سيما الأطفال الآخرين. ولهذا فإن من اتخذوا قرارات تجنيد الأطفال من أي طرف كانوا قد ارتكبوا جريمة كبرى تضاف إلى جرائمهم الأخرى. تساءل مراسل الشؤون الدولية في صحيفة الجارديان جوليان بورغر عن السبب الذي ترجعت فيه شهية العالم لملاحقة مجرمي الحرب في سوريا واليمن وميانمار. وقال في الذكرى 25 على مذبحة سيربرينيتشا، فإن محكمة جرائم الحرب الدولية حكمت راكتو ميلاديتش المسؤول عن المذبحة، ولكن ماذا عن الجرائم الأخرى ضد الإنسانية في أماكن من العالم؟
عندما قامت الصين بسجن 1,000,000 مسلم من الإيغور وأجبرت النساء المسلمات على تناول حبوب منع الحمل أو الإجهاض، لم يتحرك أحد. وعندما يتعلق الأمر بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، فهناك لميلاديتش رفاق كثر. وما يجعل حالته مهمة واستثنائية هي أنه لوحق واعتقل وقدم للعدالة. وقبل 3 أعوام أدين ميلاديتش بارتكاب الإبادة في سربرنيتشا، والتي قتل فيها الأطفال والرجال في منطقة اعتبرت من مناطق الأمم المتحدة الآمنة، حيث أعدموا رميا بالرصاص في مواقع متفرقة من شمال وشرق البوسنة. وأدانته محاكم الحرب الدولية ليوغوسلافيا السابق ب5 جرائم ضد الإنسانية و4 جرائم تطهير عرقي وقصف العاصمة سراييفو واختطاف قوات حفظ السلام. وأصدرت المحكمة الدولية لجرائم الحرب أحكاما عليهم تصل مدتها إلى 90 عاما. أما المحكمة الأخرى المخصصة لرواندا فقد أدان 93 شخصا مسؤولا عن مذابح عام 94 و900 و1000. وكانت محكمة جرائم الحرب لكل من يوغوسلافيا السابقة ورواندا أولى محكمتين تعقدان منذ محاكم نورنبرغ وطوكيو، وعكست إرادة المجتمع الدولي عقب نهاية الحرب الباردة ما أجل وقف المذابح الجماعية. هذا وتعرضت محكمة الجنايات الدولية التي ظلت سلطاتها محدودة، تعرضت لهجوم جديد من إدارة ترامب، والتي هددت بفرض العقوبات على مسؤوليها وأسرهم إذا حققوا بقضايا تتعلق بالولايات المتحدة وحلفائها والتي ارتكبت في أفغانستان أو الكيان الصهيوني والضفة الغربية وغزة. تساءل صحيفة أوبزيرفر بريطانية عن أسباب الصمت الذي تمارسه الدول الإسلامية إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها الإيغور في الصين. إلى التفاصيل. إن الدول الإسلامية لم تتحرك أمام التنكيل الذي تتعرض له أقلية الإيغور المسلمة في الصين، حيث تعد من أفدح الجرائم في القرن 21، تقترف أمام أعين الجميع بينما يقفون مكتوفي الأيدي. بعد إجبار السلطات الصينية النساء المسلمات على الإجهاض أو منع الحمل، وفي حال رفضن ذلك يودعن معسكرات الاعتقال، حيث يتم الفصل بين الأطفال الإيغور وأسرهم، بحيث يكبر الصغار منفصلين عن ثقافتهم وعن الإسلام. وأشارت الصحيفة إلى أن دولا مثل باكستان والسعودية ومصر والإمارات والجزائر ساعدت عام 2019 في الحيلولة دون تمرير قرار في الأمم المتحدة يطالب الصين بالسماح بدخول مفتشين دوليين إلى إقليم شينجيانغ حيث يعيش الإيغور، ورأت أن الدول الإسلامية تستخدم التعاون والتضامن عندما يكون ذلك ملائما لها. ولكن التصدي لقوة الصين أو خسارة التعاون الاقتصادي أو العسكري معها لا يبدو ملائما. وأضافت الصحيفة أن كثيرا من الدول تنتفع من الاستثمارات الصينية التي تقدر بمليارات الدولارات، مؤكدة أن إيران على سبيل المثال تنتفع من الدعم الصيني في مواجهتها مع الولايات المتحدة. أعلنت الحكومة الجزائرية السبت إطلاق ورقة نقدية جديدة من فئة 2000 دينار، تضم لأول مرة صور مفجري ثورة التحرير على الاستعمار الفرنسي من عام 1954 وحتى عام 1962. جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عبد العزيز جراد بحضور وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن. وتظهر في الورقة النقدية الجديدة التي تعادل قيمتها أكثر من 16 دولارا تظهر صورة لمجموعة الست التي فجرت ثورة نوفمبر تشرين الثاني لتحرير الجزائر عام 1954 بعد شهر من اجتماع 6 مناضلين في العاصمة لبداية الكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي. نبقى الآن مشاهدينا مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية.
وبهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية، غدا بإذنه تعالى صدى أقلام جديد، إلى اللقاء.